يسعد مساكم مشاهدينا عن جديد. مثل ما صرتوا تعرفوا برنامج دامسكو دائما مخصص للشباب، للمبادرات، للامل، للطموح، للحياه. واصدقاء برنامجنا دائما عم يكونوا معنا بنشاطاتهم ومبادراتنا الشبابيه المستمره. واكيد اليوم معنا فريق كنا وسنبقى بالمبادره اللي اطلقوها مؤخرا بعنوان معا للسلامه. حلو كتير، فرح انه نحن نقدر نتابع دائما الجديد والمتطور بعمل الفرق التطوعيه والشباب السوري، واليوم حنتعرف على تفاصيل مبادره كنا وسنبقى مع قائد الفريق الاستاذ سائد عبد الغني يلي صار معنا في استديو دامسكو. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. بدايه الله يعطيكم العافيه على كل المبادرات اللي ما شهدنا انقطاع لها طوال الفترات الماضيه وبكل الظروف اللي نحن مرقنا فيها. خلينا نحكي شوي عن مبادره معا للسلامه. هلا معا للسلامه مبادره بتهدف لزياده الحمايه لطلاب الجامعه. اخترنا بصراحه فتره نهايه الامتحانات مع بدايه فصل جديد لحتى يكون الموضوع له استمراريه اكبر ويكون له حمايه اكبر. هلا بفتره الامتحانات ما بيكون في هذا الضغط كبير للطلاب، يعني بينزلوا الطلاب باعداد قليله، لكن مع بدايه الفصل بيكون في تسجيل المفاضلات وبيكون في دوام الجامعه وبيكون في اعداد كثير كبيره من الشباب عم تنزل على الجامعات. صح. واليوم تأمين الحماية للشاب هو يعني جزء من حماية الأسرة. اليوم الطالب بيرجع البيت عنده أبوه، عنده أمه، جده، سته، الكبار بالعمر، خصوصا الناس اللي بتتأثر بالمرض. فكان يعني هذا هدفنا، أنه نحاول نأمن حماية لأكبر عدد من الأسر من المرض خلال فترة الامتحانات ومع بداية الدوام. حلو كثير، يعطيكم الف عافيه. يعني خلينا نعتبر انه هو شكل من التجديد، بما انه هلا يعني الفصول الدراسيه اجت كثير ورا بعضها، ما بين امتحان ما بين رجعه على الكليه، فممكن يكون فعلا هيك تغيير للطلاب. ويعطيكم كل العافيه عليك. بس هلا نحن بدنا نشوف سوا عمل الفريق على الارض اكثر، فتابعوا معنا. يعني مشكورين على كل شيء قدمتوه، مثل ما شفنا معقمات وايضا ملصقات وايضا كمامات عم تتوزع على الطلاب. لو تخبرني كيف كان تعاون الهيئات الاداريه بالجامعات تجاه هي المبادره؟ تمام. هلا الهيئات الاداريه هن الاخبر ضمن الجامعات، يعني نحن قد ما كان عندنا خبره بالاماكن وبالاماكن اللي لازم نتواجد فيها ويتوزع فيها هي المواد، بصراحه هن راح يكون عندهم خبره اكبر. الشباب كانوا جدا متعاونين، اخترنا الأماكن اللي فيها أكثر تجمعات، يعني ضمن القاعات وزعنا كمامات على داخل القاعات، حطينا معقمات، مثلا الصندوق شؤون الطلاب بكل مكان ممكن يوقف فيه الطالب حطينا مجموعة ملصقات لتنظيم الدور. والشيء المميز كان والحلو أنه نحن مثلا وصلنا على الصندوق لقينا في 10 طلاب كانوا بصراحة واقفين، يعني مو أخذين أي احتياطات أو إجراءات، فلما طلبنا منهم يبعدوا وحطينا الملصقات رجعنا كملنا شغل ورجعنا مرقنا يعني عند الصندوق بالصدفه، فلقينا فعلا انه الناس والشباب ملتزمين. يعني نحن عم نتعامل مع شريحه طلاب جامعه واطباء، فكان يعني كثير حلو لما تشوف اثر الشيء اللي انت تركته. وطبعا كان يعني الفضل لشباب الهيئات الاداريه انهم اختاروا الاماكن فعلا الاكثر حساسيه. تمام. الاكثر ضغط فيها. يعني فينا نقول انه انتم ركزتوا على الكليات الطبيه ولا رحتوا لغير كليات؟ لانه نحن كمان بدنا نعرف بتجرد. تمام. الطالب اليوم هو ملتزم بعده بالاجراءات الاحترازيه ولا يعني حس انه الوقت طال فممكن شوي يكون هيك؟ هلا حقيقه يعني اذا بنشوف الشارع بشكل عام اليوم خفت شوي الاجراءات، وهذا الشيء مرتبط بعدد الاصابات، ونحن نوهنا على هذا الموضوع يعني باكثر من مكان من خلال تواصلنا مع الناس. لكن التخوف، نحن هلا ببدايه عام دراسي جديد، المدارس داومت من جديد، ففي تخوف من اعاده انتشار الفيروس. هلا اليوم يعني مو من الصح انه نحن نخفف اجراءات، فلهيك قررنا انه يعني لازم نرجع نشدد مع الشباب ونوزع كمامات
ونوصيهم يعني، حتى ما في يعني ما في طالب اعطيناه كمامه الا خليناه يلبسها. وبصراحه نحن اخترنا نوع الكمامات القماشيه، هذا كان بتوجيهات منظمه الصحه العالميه انه اليوم الافضل للاستخدام هو الكمامه القماشيه، لحتى نحن نخلي الكمامات الطبيه للاطباء اللي هن بالصف الاول. هي الكمامة القماشية أقل حماية بشوي لكن هي فعالة للتجمعات. تمام. وهو الشيء المنيح فيها أنه هي ممكن تنغسل وتتعقم وترجع تستعمل مرة تانية، وهذا الشيء كتير بيخفف أعباء على الطلاب والأسر. حلو كتير. وبالنسبة للجامعات اللي استهدفتوها ممكن نذكرها؟ اشتغلنا بكلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية الطب البشري، واشتغلنا بتجمع الآداب. تجمع الآداب حوالي 150 ألف طالب، يعني هي من أكبر كليات دمشق. صحيح. فلهيك اخترنا نكون فيها. واشتغلنا بكلية الهندسة المدنية لأنه هي بالأيام القريبة القادمة بيكون فيها مركز للمفاضلة، فبيكون في عليها معظم طلاب خريجين الثانوية العامة، طلاب اللي نجحت بالبكالوريا بيتوجهوا على كلية الهندسة المدنية لحتى يسجلوا بالمفاضلات. لأمتى حضلوا مستمرين بهاي المبادرة؟ هلا احنا مبدئيا الأماكن المستهدفة خلصناها، لكن في عنا كمية تانية. يعني نحن ركبنا تقريبا 250 عبوة علبة بلاستيكية لحتى للتعقيم، وهي 500 ميلي. في عنا تقريبا 750 كيلو تاتش هن مخزنين، حتى نحن مع بداية الدوام بالأسابيع القادمة نرجع نرد نعبي هاي العلب ونشوف يعني وين أماكن الأكثر ضغط، وين فينا نركز أكثر، وين فينا نشتغل أكثر، ونركز على هاي الأماكن ونرد ندعمها بعلب معقمات تانية. حلو كتير. يعني أنا الصراحة صار عندي فضول أعرف بس هل جهد هاد قد ايه كان عدد ساعات العمل يلي استغرقته وشو عم تحضروه بالفترة الجاية؟ تمام. هلا بصراحة يعني كنا يوميا نشتغل بين الأربع والست ساعات بكل أجنحته وأقسام الكلية. يعني الكليات عنا مثل الكليات الطبية كليات ضخمة وفيها كتير أقسام. تماما. كلية طب الأسنان فيها مشفى وفيها مخابر وفيها أقسام التيجان والأمور وغرف التعقيم، يعني كان في كتير أماكن كتير اشتغلنا فيها ضمن الكليات. قريبا إن شاء الله عم ناويين نعمل حملة لتوزيع الأدوات القرطاسية، زائد أنه نحن رح نعمل نكمل معان للسلامة ضمن مدارس ريف دمشق. تمام. حلو كتير. هلأ كنا وسنبقى بالمجمل، قديش هي مأثرة على أرض الواقع؟ قديش حضرتك بتقيم هذا الأثر وتفاعل الناس مع هذا الموضوع؟ وشو الحافز كمان بتوقع الأثر يلي عم تلاقوه هو نفسه الحافز يلي عم يخليكم تستمروا؟ هلأ يعني نرجع نحكي على الموقف، أنه لما بتمرق بتشوف الناس ملتزمة بدور فأنت كتير بتحس حالك عملت إنجاز. لما بتشوف أنه الموظفين والطلاب عم يستعملوا هاي المعقمات بتحس حالك أنه ممكن تأمن حماية بسيطة. بصراحة على السوشيال ميديا لما نشرنا كان كتير في تشجيع من الناس وكان كتير في حافز. هلأ المقابل نحن ما في أي مقابل بناخده إلا هذا الأثر اللي أنت حكيت عنه. فعلا تجربة التطوع عنا بالبلد هي تجربة رائدة. صحيح. حتى ممكن هاي التجربة تدرس يعني بباقي الدول. شبابنا شباب يعني بحب يقدم ويعطي من كل قلبه لحتى يعني لحتى نقدر نستمر. نحن مارقين بفترة صعبة ومرقنا بفترة صعبة، فلولا هاي يعني لولا هاي الشباب ولولا هاي الهمم فممكن تكون الأمور أصعب. تمام. لهيك شبابنا يعني متطوع ومتعاون وبيشتغل بدون أي مقابل. حلو كتير. يعني يعطيكم ألف عافية يا رب، ونحن دائما على تواصل مع حضراتكم لحتى نقدر نغطي كل المبادرات يلي عم تقوموا فيها على الأرض بكل أثر الإيجابي يلي عم تحصدوا. أكيد. يعني فعلا هو شيء كتير بيسعدنا أنه يكون في ناس عم يذكروا الكل، عم يذكروا كل المجتمع السوري بأنه قد ما كانت اللحظات هلأ يلي عم نمرق فيها يمكن انخفضت نسبة الإصابات ولكن الجائحة ما زالت مستمرة. ويعني نحن بنرجع منخاف من ارتفاع جديد أو جائحة جديدة حتى. فكل الشكر لكم ولجهدكم وتعبكم. الله يخليك. ونحن ما عملنا غير واجبنا تجاه المجتمع وتجاه الشباب والطلاب، وإن شاء الله مستمرين ومكملين. وأنتم الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. يعافي قلبك.